سارة يا بعد قلبي. اي والله كنت اصرخ بالفيديو، تعرفون من الفرحة، تعرفون اول ما اخلص مسكت الايميل وخلص عطوني الابروفد على كل 1 2 3 4 5 على الشغلات انا قاعد اشتغل عليها سنتين ثلاث سنوات، فعلى طول مسكت التليفون وضليت اصرخ لكم اقول لكم ترقبوا المنتجات جاية، لان من بعد طلعت روحي، من بعد اشياء تصيرها الحمد لله الله يسلمك، من بعد يعني شغلات تصير يعني تصير وتخرب واشياء وامور ومكونات اكون مشتغلة عليها وبالاخير ما نقدر نسوي لها يعني المصدر اللي نجيب من عنده مثلا هذا الزيت المعين اللي هو واحد من مكونات البرودكت ما نقدر نجيبه او تغير، فنرجع نغير مرة ثانية المكونات، لأني قاعد أشتغلكم على كل منتج من الصفر، يعني كل منتج نحط فيه المكون 1 2 نخلط ونجرب على ما يصير. مثل خطية وعد قاعد يسوي هم شغلة وما قاعد تضبط، والله انشلع قلبي يعني. أبد. طبعا زوزو هي اللي قاعد تساعدني بهذا الشغلة، ترقبوا زين، بس كل ما هاي وعد بعد شلون بكي يشلع القلب.